الإصابة في مؤتمرها الثالث هي أمل لأغلب الصحفيين الموريتانيين، أظهرت ذلك بمستوى التنافس الحاصل على نقابتها وعلى إدارة النقابة وتسييرها. الناظر للجسم الصحفي الموريتاني لديه تصور جائز أنه مشتت، ولكنها أثبتت في الأيام القادمة وفي مستوى الصراع على نقابتها أنها أمل لكل الصحفيين الموريتانيين. هذا الأمل ربما من الواضح أنه بدأ يتلاشى إداريا ومؤسسيا في الفترة الماضية، ولكن نظرا لاستقطاب الصحفي ونظرا للوجود الصحفي والكم الصحفي الذي بلغ 1200 بما لا يتواءم مع الجسم الصحفي الموريتاني، فإنها نقابة مهمة ويؤمل عليها الكثير. هذا إذا خلت من ضغط النظام الموريتاني عليها ومؤسساته الكبيرة خاصة المؤسسات الرسمية التي تمثل ثلثي المنتسبين لنقابة الصحفيين الموريتانيين، وإذا ترك الصحفيين الموريتانيين يقومون بمهامهم واستطاعوا غربلة أنفسهم من الداخل، إذا تحصلت هذه الأمور كلها سنكون أمام صحافة جادة تستطيع أن تعمل تستطيع أن تنجز. ننتظر من المؤتمر الثالث لنقابة الصحفيين الموريتانيين أن يكون مؤتمرا ناجحا، أن تتم مراجعة كل القوانين الممكنة من أجل أن تكون النقابة قانونية من الناحية القانونية نقابة جيدة وقوية قادرة على الدفاع عن كل الصحفيين الموريتانيين في المؤسسات المستقلة وحتى تلك العمومية. هذا المؤتمر هو مؤتمر لكل الصحفيين الموريتانيين، نطالب بكل الصحفيين أن يمثلوا موريتانيا فيه أحسن ما تمثيل، لأنه يخصنا جميعا وهو واجهتنا اليوم. المؤتمر ينعقد في مرحلة مهمة جدا ومرحلة من عمر نقابة الصحفيين اشتد فيها يعني عودها وبلغت مرحلة النضج، ما يشي بأن الصحفيين ولله الحمد يعيشون بارتياح جو الحرية الذي عكسه هذا الانعقاد المؤتمر. درك ندور من هذا المؤتمر عنه أول نقطة يعالجها من هو الصحفي. نحن لا بد أن نعرفه ونطرحه تعريف واضح وشامل للصحفي، من هو الصحفي. هذه النقطة اللي تنطرح لا هي بعد قاعد قد تساهم في صلاح الصحافة. والمسألة الأخرى عن تعود أمل للصحافة، هدفها هو نشر المعلومات الصحيحة، هو الحفاظ على انسجام واستقرار وحدة البلد، ما هو العكس. من خلال إيش؟ من خلال الأخبار الكاذبة والشائعات والمغالطات. يلا تحرص عنها تقبل أخبار من مصادرها الرسمية، وبذاك تكون أدات مهنتها على أكمل وجه. ما أخذ لعمل النقابة الموريتانية الفترة الماضية أنها للأسف الشديد لم تقدم شيئا للصحفيين الموريتاني على أرض الواقع. هناك صحفيون تم فصلهم من مؤسساتهم، النقابة لم تصدر بيانا ولا واحدا تقف فيه معهم، ولا الصحفيين الموريتانيين يعيشون أسوأ غروف العمل يمكن أن يعمل فيها إنسان على وجه الكرة الأرضية، يعيشها الصحفي الموريتاني.